السلام عليكم البنات والميمات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم ان شاء الله الفيديو ديالي في احسن الاحوال مع فيديو جديد البنات. صراحه ما كنتش معوله كاع نصور لكم هنايا، ولكن ضروري ما نصور لكم مع المديره الغزاله ديالي سكينه المعروفي اللي ديما كنشكرها لكم. اليوم البنات حنا في حفله ديال اوريفلام اللي داروا لنا هنايا في مدينه الخميسات. كيف ما كتعرفوا البنات انا راه في مدينه تيفلت، وخميسات راه قريبه ليا. داروا لينا في واحد القاعه غزاله في مدينه الخميسات في واحد الاوتيل، وجينا ونشطنا واستفدنا وشي حوايج غزالين مع اوريفلام. المهم البنات هذه المديره ديالي اللي ديما كنشكرها لكم، وغتلقاو هنايا في الفيديو البنات الرقم ديالها شخصيا اللي غتواصلوا معاها، وغتشرح لكم كيفاش تخدموا وكيفاش توصلوا لشي حوايج بزاف مع اوريفلام. انا ان شاء الله ملي غنمشي للدار البنات غنصور لكم لا كوموند ديالي اللي خديتها فابور البنات، فيها روميز خديته، يعني كوموند خديتها روميز، ووصلتني واحد الهديه واعره مع لا كوموند. غنمشي للدار ان شاء الله ونشاركها معكم، وغنخلي واحد الكلمه للمديره ديالي تهضر معكم. السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. بغيت اليوم ان شاء الله نشوفكم الفرصه الذهبيه اللي غتحتاجها اي مراه باش تعمر جيبها. المراه كيف ما كانت، خدامه ما خداماش، جالسه في الدار، خدمه زوينه، خدمه اللي كنخدموا من حدا وليداتنا، خدمه مشرفه اللي نبغيها لكم كاملين البنات. ان شاء الله تواصلوا معايا في الواتساب، وغادي نهضر مع وحده بوحده ونشرح لها طريقه العمل. اليوم تلاقيت انا والاخت سناء في واحد لونسمون كاتالوج كان في مدينه الخميسات، ضحكنا شويه ونشطنا شويه واستفدنا من الفورماسيون ديال لايسام حسانه، استفدنا من بزاف ديال الحويجات، شفنا لي تيمونياج ديال المديرات اللي دازوا اللي مسجلين معنا قدام، وطلعوا فوق المنصه وهضروا وقالوا الشهادات ديالهم والمستويات لاش طلعوا والخلصه اللي بداو تيتخلصوها. ما تكونوا انتم ان شاء الله حبيباتي، بداو خطوه بخطوه ان شاء الله، هما غيكون غا الخير، وانا معاكم يد في يد تنتسلقوا سلم النجاح ان شاء الله. يا ربي سمحوا لينا البنات الصداع، حنا خرجنا برا ديال الحفله وكنهضروا معكم، ما قدرتش نصور البنات لداخل ديال الحفله لان كاينين الناس، ويعني كنحترم الناس، كاين اللي غيبغي يبان كاين اللي ما غيبغيش يبان في اليوتيوب طبيعة الحال، وهذا من حقهم. فخرجنا لبرا وصورت لكم هكا غير هذه اللقطه البنات مع اوريفلام. غتهلاو في راسكم، غتوليو زويونات وغادي تفوجوا. ديما كاينين حفلات بحال هادشي هكا كل مره كتكون في مدينه، يعني في اي مدينه غتجيك الحفله حتى عندك. وعاد البنات من بعد انايا ما شاء الله مع المديره ديالي الغزاله سكينه من الشهر الاول خديت كادوات واعرين، وخديت روميز، وخديت بزاف د الحوايج، وهاد الشهر جاني كادو واعر. غنمشي للدار غنشاركو معكم ان شاء الله. وبغيت نقول لكم البنات كاين واحد المفاجاه واعره اللي غتسجل دابا هاد الشهر هذا، كاينين ما عن كيحمقوا دابا رمضان جاي، وغنبغيو نقادو الطبيله ونعرضو على الناس. كاينين ما عن كيحمقوا هكا يا سيرفيس، وكاينين عطور في الفي اي بي غزالين البنات، راه منهم العطر ديال اسينزا واعره البنات، البنات ديال اوريفلام راه عارفينو اللي كيتقداو من اوريفلام. هذا البنات اللي كيدير 300 درهم حتى 400 درهم غتخرجوه غير ب 79 درهم، فاللي بغا تسجل معنا هذا الشهر غتقدا غير 100 نقطه وغتاخذ هذا 79 درهم. وعاد البنات واحد الحاجه الكادوات اللي غتقيد جديده، يعني الشهر الاول غتدخل الناس، الشهر الثاني غتاخذ اللي تسجلات جديده وسجلات معها سته ديال البنات. احنا ما تنقولوش لكم سته، سجلي غير وحده، سجلي غير باش تقداي راسك. ولكن البنات اللي باغيين يخدموا على الهدايا ديال العضو الراعي معنات غزالين كيحمقوا، غنرسلهم لكم في الواتساب ان شاء الله ونشرح لكم طريقه العمل. باش ما نطولش عليكم في باش ما نطولوش عليكم البنات، هذا الرقم هذا تواصلوا معاه ديال المديره ديالي سكينه. ملي نقول لكم المديره ها هي المديره ديالي، تقولي لي مديره مستشاره مستقله شنو كتقولي انا بالنسبه ليا هذه هي المديره ديالي والله العظيم البنات. المهم تواصلوا معها، غادي توصلوا معها ان شاء الله، وغادي تحققوا الاحلام ديالكم مع اوريفلام، وبزاف د الحوايج غتقولهم ليكم وغتنصحكم. ونتواصلوا معايا وحتى نمشي للدار ونكمل معكم الفيديو ان شاء الله. مهم البنات هنا ملي جيت للدار بغيت نشارك معكم لا كوموند اللي قلت لكم والهديه اللي وصلتني، كانت البنات بمناسبه عيد المراه 8 مارس اللي خرجت لا كوموند في ذاك النهار كتربح هاد البواطه هذه اللي كتاخذها بواحد الثمن رمزي ماشي القيمه ديالها، واحد البواطه ديال هكا المجوهرات ديري فيها المجوهرات ديالك ولا الاكسسوارات ولا داكشي غزاله البنات، كتجي هكا يا بواطه اللي انيقه بزاف بزاف، تحطيها هكا فوق
الكوافوز ديالك ولا في البلاكار ديالك كتجي زوينه وكيجي معاه واحد السير وتقدري هكا تصورتي عليه هذاك الشيء ديالك، كتجي فنه كيجيو فيها جوج طبقات البنات لتحت هكا فاش كديري السوايع ولا هاد كل زاكسيسوار الكبارين، والفوق هكا كديري لي زاكسيسوار الصغار الخويتمات هنايا في دوك العلاقه ديري سنيسلات، يعني كتجمع لك داكشي ديالك كامل وكتجي زوينه البنات، كتجي كتحمق والجلد ديالها زوين، الكاليتي ديالها البنات غزاله. مهم انا عجبتني بزاف بزاف صراحه ملي شفتها في داك النهار، دوزت لا كوموند ديالي داك النهار نيت وخديتها. مهم بالنسبه لا كوموند ها هي البنات، هنايا وريتكم لا كوموند ديالي باش نزيد نهضر لكم البنات. كاينه اللي ما تشجعاتش على اوريفلام، كاينه اللي عندها تخوف، كاينه كل وشنو. مهم الحاجه اللي عندها من جهه اوريفلام اللي نبغي نقول لك البنات، انك مثلا انت تقيدتي تقدري تستافدي غير مثلا لدارك بحال ابسط الاشياء شامبوان سينيال، هادو حوايج اللي ضروريين وما نقدروش نستغناو عليهم، سواء خديناهم من اوريفلام سواء خديناهم من بلاصه اخرى ما نقدروش نستغناو عليهم. علاش انتي ما غتاخديهمش من واحد الشركه اللي عالميه وعندها جوده عاليه في داكشي ديالها، وغتاخديهم وانتي مسجله فيها وكتطلعي في الكود ديالك ولا كتطلعي معاها، وفي نفس الوقت كتقضي الاحتياجات ديالك اللي ضروريه. بحال البنات شي حوايج اللي انا جربتهم عجبوني بزاف بزاف، وغنبقى كل شهر ناخذهم غنشاركهم معكم. بعدا البنات غير هذا شيتة السنان ديالهم غزاله، انا واخده لولدي جوج وهذه خرجت لي هذا الشهر، هذه كادو مع هاد لا كوموند غوصلت هو يحلها عجبات وهذاك الرسوم اللي فيها ويحلها. بحال البنات هاد الكريمات هادو ديال اليدين وديال الرجلين من احسن ما جربت، والله العظيم البنات ماشي كنشكر لكم الجوده ديال لي برودوي ديال اوريفلام، ولكن راه هي شاكره راسها، راه عندها جوده الصراحه والكاليتي ديالها، ولا منفعتك ما تضرك. هذا البنات غسول ديال الوجه اللي كيسالي ليا قبل ما ندخل الاوريفلام كناخذه، وكيسالي كناخذه غزال، كيخلي واحد النعومه واعره في الوجه، وشي حاجه اللي ضروريه ما يمكنش ما تغسليش وجهك في الصباح، وما يمكنش تغسلي وجهك بالصابون البنات حذاري، سواء خديتو من اوريفلام ولا بلاصه اخرى صابون ما تغسليش به وجهك، يكون عندك صابون خاص ديال الوجه هكا غسول اللي يكون هكا اللي كيتغسلي به وجهك. السينيال ديالهم ومهم الجوده ديالهم عاليه البنات، تواصلوا مع هذا الرقم اللي خليت لكم ديال المديره، بغيتي تقدي لدارك لراسك شي حوايج اللي ضروريين ما غتستغنيش عليهم، ولا بغيتي هكا تقدي للناس علاش لا لعائلتك الناس اللي دايرين بك تبداي بيهم، وكاينين هدايا واعرين البنات هاد الشهر هذا، غنخلي لكم الصوره ديالهم هنايا في الجنب شوفوهم باش هكا غنحمسكم ان شاء الله تسجلوا وتاخذوا هاد الهدايا هادو. مهم ما نطولش عليكم الهضره، تواصلوا مع هذا الرقم ان شاء الله وغنشرحوا لكم كل شيء، والفريق ديالي انا كنشجعو كنساندو وكنشجعو شي حوايج اللي كنتحدى شي فريق في اوريفلام يساند ولا يشجع الفريق ديالو بهم البنات، دخلوا لهاد الرقم هذا وغتعرفوا كل شيء ان شاء الله ما نطولش عليكم. مهم هنايا البنات غنشارككم واحد المخيمرات ملويين بالحليب اللي كيجيو واعرين كيحمقوا، كنت وجدتهم البنات الكوتي وصورتهم معكم، شي حاجه واعره واعره البنات تقدروا ينفعوكم حتى لرمضان ان شاء الله، لطبيله الفطور كيجيو واعرين وكيجيو ملويين بالحليب. هنايا بالنسبه للطحينه البنات درت زلافه ونص ديال القمح الفينو وزلافه ونص ديال الفورس، هنايا المهم كيبقى الكميه على حسب نتوما واش بغيتو ديروا بزاف ولا شويه، غير هو يكون قد القمح قد الفورس، يعني قد القمح سبيسيال قد الفورس، يكون نفس الحجم باش يجيو المخيمرات حرشين وزوينين. درت البنات قبيصه ديال الملحه، معلقه كبيره تكون عامره مزيان ديال الخميره الخبز، دابا الجو بارد غادي تزيدوا ليهم البنات ثلاثه المعلقات كبار ديال النيدو، وهذا هو السر اللي كيجي واحد المذاق واعر في هاد المخيمرات، كيجيو لذادين عرفتوا البنات، تاخذهم غير بوحديتهم بلا فرماج بلا والو كيجيو كيحمقوا. هنايا زدت معلقه كبيره ديال السكر سنيده، وهنا المدافي ما كنديروش الماء من الروبيني لان دايرين الخميره وحنا بغينا هاد المخيمرات مخمر يعني يخمر، ديروا الماء يكون دافي ما يكون سخون بزاف، غير مهم كون دافي الجهد اللي غتعجنوا به. صافي البنات انا غنديرهم هنا في العجانه يتعجنوا، نتوما تقدروا هكا تعجنوهم غير في القصريه، تخليهم يدلكوا شويه وغنوريكم السر ديال العجينه ديالهم، ما خاص تكون عجينتهم قاصحه تكون مرخوفه شويه، ديما البنات العجينه المرخوفه كتخلي الحاجه تجي مفشفشه وزوينه. مهم هنا خديت هكا زليفه فيها غير الزيت باش هكا غنقطع العجينه للكريسات، غنحيد دابا البنات العجينه من العجانه وغندوز نقطعها معكم باش غنوريكم حتى العجينه كيفاش خاصها تكون. مهم هنايا البنات العجينه ديالي غنوريكم كيفاش خاصها تكون، خاصها تكون مرخوفه، انتم شوفوا ملي كتجروا العجينه كتجر معاكم يعني كتكون مرخوفه ما تكونش قاصحه، راه العجينه من الحوايج اللي كيخليو الملوي ولا المخمر يجيكم مدقص وما يجيش محلول ومورق، هي العجينه الا كانت قاصحه بزاف ما كتخليش ليها هكايا كتجي ثقيله باش تطلع وتنفخ ويجي الملوي محلول،
المهم عجينه كتكون مرخوفه وشاده في راسها كيف ما شفتوا هنايا. صافي غنستعن بشويه ديال الزيت وغنقطعها قريصات. انا غندير ديما البنات انا كيعجبني داكشي صغير هكا، نتوما تقدروا ديروا مخمرات كبارين كيجي حتى المخمر كبير زوين، غير هو انا كما كيعجبنيش هكا نبقى نقطع في المخمره طروفه، كيعجبني ندير هكا صغير مخامر ولا ملوي ولا اي حاجه نديرهم صغار وكل واحد كيهز وحيده ديالو. المهم هنايا البنات غنقطع هاد العجينه اللي عندي كامله هكايا قريصات يكونوا بنفس القياس. المهم بعد ما قطعتهم قريصات البنات غندوز نوجد الخلطه ولا السر اللي غنورق بها هاد المخمرات. درت هكايا واحد تقريبا نص كاس ديال السميده الرقيقه ديال الحرشه ونص كاس ديال الفينو القمح سبيسيال اللي درنا اللي عجننا به المخيمرات، كتزيدوا معاه السميده الرقيقه ديال الحرشه باش يجيو محرشين ومسمدين من الداخل. والسر هو نيدو البنات، غنزيد معاهم ثلاثه المعالقات كبار ديال النيدو مع هاد السميده والفينو، كيجي ملوي بنيدو كيجي فيه واحد اللذه رائعه البنات. قلت لكم تاكلوه غير بوحديته هكا مع كويس ديال اتاي، ما تدهنوا لا فرماج لا والو، كيجي بنين بزاف. جربوهم ان شاء الله بالطريقه ديالي وغادي يعجبوكم ان شاء الله. المهم هنايا القريصات البنات ما كتخليهم لا يخمروا لا حتى شي حاجه في الاول البنات، غير كتحيدوا هكا العجينه ديالكم كدلكوها بالعجانه ولا بيدكم غتساليو منها. ديك الساعه كدوزوا اصلا كتكون العجينه مرخوفه ومطلوقه، كدوزوا تقطعوها هكا قريصات كيف ما شفتوا وكتخليهم هكايا غير واحد شويه يرتاحوا على القياس اللي غتحطوا فيه هكا السميده والزيت باش غتورقوا، وكدوزوا تورقوهم. العجينه ملي كتكون هكا مطلوقه راه كتساعدكم بلا ما تخليوها ترتاح، انا راه ما خليتهمش يرتاحوا، كتساعدكم كتعطيكم الطوع دغيا. صافي كنبسط القريصه مزيان البنات. هنا ذوبت الزبده في هذه الكاسرونه هذه وزدت عليها شويه ديال الزيت وكنرش عليها الخليط اللي درت ديال النيدو والسميده والفينو، ندير على شكل شريط كيف ما شفتوا وكنحطه في الجنب يرتاح. هنايا كنخليهم يرتاحوا شويه، منها كنزربوا هكا، كتجيني انا هالطريقة الطريقه سهله دغيا كنزرب، ومنها كيطلقوا شويه باش ملي تجيو تلويوهم يعطيوكم الطوع، لان العجينه ملي كنتنيوها ونعاودو نتنيوها ملي كنقرصوها كتجينا قاصحه شويه في التقراص، ماشي الا كانت هكايا نيشان كنقرصوها. يعني في الاول ملي تقرصوا القريصات قرصوهم عادي هكايا ورقوهم من اسرار باش يجيكم الملوي ولا المخمر مورق، ديما تتعطيو التقراص مزيان حتى كيولي يبان لكم السطح اللي كتقرصوا فوق منه، كترشوا مزيان بالزبده والزيت وكترشوا السميده ونيدو صافي، وكتنيو هكايا العجينه وكتعاودوا الجهه الاخرى تنيوها على جوج مرات. صافي البنات بنفس الطريقه غنكمل ان شاء الله نلوي هاد المخيمرات اللي عندي كاملين. صافي هنايا البنات بعد ما لويتهم كاملين دابا بقات لي غير هاد الاخره كيف ما شفتوا. طريقه سهله البنات، كتبقاو تلوي وتحطوا في الجنب، تلوي وتحطوا في الجنب حتى كتكملوهم. ودابا غادي ندوزو نلويهم هكايا نديروا الملاوي ديالنا. هاد الطريقه البنات راه تقريبا بحال الملوي، غير هي كتكون فيه الخميره وكيخمروا كيجيو بحال المخامر ولكن كيجيو ملويين. عرفتوا البنات المخمر الا لويتوه راه كيجي بنين مع كيتلوى بالزبده والزيت بلا ما ديروا فيه كاع نيدو، بالزبده والزيت كيجي بنين المخمر، ماشي بحال المخمر الا درتوه مخمر عادي غير قرصتوه ودرتوه واخا هكا كيجي ناشف، اما الا المخمر لويتوه كيجي بنين كيجي حزوين في المذاق زعما. المهم البنات انا كنشهيكم صراحه هاد المخيمرات، خذوهم البنات عندكم ان شاء الله ديروهم رمضان في الفطور كيجيو زوينين، ضروري كنبغيو بحال هادشي في الفطور. والطريقه البنات دابا راه ساهله، دوك الاشرطه كيكونوا طلقوا ارتاحوا كتقرصوهم لان فيهم الخميره، كيبغيو هكا يترققوهم باش ملي كيخمروا المخامر في المقله كيجيو هكا مفروقين ومحلولين من الداخل. مهم كيف ما شفتوا البنات كنبقى نقرص بالزبده والزيت، درنا ليهم من الداخل دابا كنرشوا غير شويه هكا غير الجهد اللي نقرصوا به وصافي. الاخر دوك القنات كان هكا كنجمعوا مع بعضياتهم، الفيديو راه موضح لكم الطريقه اكثر من الشرح، كتجمعوا في الاخر القنات هكا لداخل في دوك الحفيرات اللي في الجناب في الملوي وكتخليوها تطلق. المهم بنفس الطريقه غنلوي هاد المخيمرات اللي عندي كاملين ونرجع معاكم. صافي هنايا البنات بعد ما كملت اللويان ديال المخمر كيف ما شفتوا، وهنايا دابا غنخليهم يرتاحوا شويه ضروري ما يخمروا، ولكن البنات حتى كتشكلوهم حتى كتلويوهم. دابا هنا غادي نقرصهم هكايا كتهبطوهم شويه وغتغطيهم بلاستيك وتخليهم حتى يرتاحوا كيخمروا شويه، كتخليهم تقريبا دابا الجو بارد نخليهم واحد ربع ساعه هكاك. مهم هنايا البنات خليتهم ارتاحوا كيف ما شفتوا راه تنفخوا راه خمروا. غادي ندوز دابا باش نقرصهم، كناخذ غير الزيت بوحديته هو اللي كنقرص به البنات، كناخذ غير الزيت بوحديته هو اللي كنقرص به. صافي كتقرصوهم كتعطيوهم تقرص غير هو في التقرص، ما ترققوهمش ديما ملي تبغيو طيبوهم ما تقتلوش العجينه، يعني تقرصوها بحال لا غتورقوهم هكا، خليو واحد السنتيم واحد الشويه ديال الغلظ
باش هكا تخليو ليهم فين يتنفخوا ويجيو هكا يا غلاضين وزوينين. صافي هنايا البنات بعد ما كنقرصوهم المقله راه درتها فوق البوطه هكايا على عافيه متوسطه، ما ديروش المخامر على عافيه مقتوله البنات باش يتنفخوا ويتحلوا، عافيه تكون متوسطه ما تكونش مجهده وما تكونش مهيله، تكون متوسطه وديروهم البنات. المهم طريقه الطياب البنات راه ساهله، وكتبقاو ملي تقلبوهم بقاو تخبطوهم هكايا على المقله باش كيتحلوا من الداخل. هنايا البنات راه بغيت نحل معكم شي وحيده، شوفوا كي كيجيو واحد المذاق رائع وكيجيو محلولين، غير جربوا البنات بهذه الطريقه ولويهم بنيدو ان شاء الله. دابا راه كناخذوه هكا نيدو، انا راه خديت سطل ديال النيدو الرمده ان شاء الله، كتاخذوهم هكا للتحليات للديسير ولا كنبغيو نديرو شحال من حاجه كنحتاجو نيدو بزاف، يعني كيكون موجود واحد جوج معلقات ولا ثلاثه تلوي بهم المخمر كيجي بنين، ما تقنعوش منه البنات قلت لكم غير مع اتاي كيجي رائع. وعاد البنات جربوا بهذه الطريقه اللي شاركت معكم كيجي محلول وزوين وكتجي فيه واحد التحميره زوينه، ضروري من واحد معلقه ديال السكر باش يجيكم المخمر محلول وزوين. وكيف ما شفتوا البنات العجينه ملي كتشوفوها طلعت لكم البواقات في المقله وجات يعني طالعه عرفوها راه ناجحه. مهم باش ما نطولش عليكم بالهضره، المخمر راه شاكر راسو راه عامل الفيديو غير من الطياب كيبان كتبان الحاجه. غنكمل الطياب ديال هاد المخمرات اللي عندي البنات وغندوز ان شاء الله نوريهم ليكم. وهنايا شوفوا البنات بغيت نحل معكم واحد، عرفتوا واخا كيكونوا سخونين كيحرقوا ولكن سبحان الله ملي كيجي الملوي ولا المخمر زوين واخا يحرقك كتبغي تحليه باش تشوفي داك التوراق ديالو لداخل. مهم تنكمل الطياب ديالهم البنات ونوريكم هكايا المخمرات نقادهم في الطبيصيل ونوريهم ليكم ان شاء الله. هو المخمر ديالي بعد ما وجد البنات كيجي الطبسيل كاي شهي، مخمر صراحه رائع. حاولوا البنات جربوه، راه بزاف اللي جربوا طريقتي ديال الملوي وصيفطوا ليا وقالوا لي راه جا زوين، جربوا حتى هذا المخمر البنات بالحليب راه كيجي رائع بزاف بزاف، وبهذه الطريقه كيجي محلول وكتجي فيه واحد الهشه كيجي كيدوب في الفم، والله كيجي زوين بزاف. ان شاء الله تجربوه وينفعكم هكا يا البنات في رمضان توجدوه في الطبيله ديالكم. ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو البنات، وما تنساوش الفرصه اللي شاركت معكم في الاول ديال الفيديو البنات ديال اوريفلام، ما تستهنوش بها، تواصلوا مع الرقم اللي خليت لكم ودخلوا ان شاء الله وغادي نشرح لكم مزيان وغتعرفوا الفرصه كيفاش تستغلوها، لان كيمد لك شي واحد شي فرصه ما خصكش تضيعيها، جربي حظك فيها. وفقك الله ويسر لك ربي فيها، راه داكشي اللي بغينا، ما قدرتيش ولا مهم ما تضيعيش ديك الفرصه، جربي حدك فيها وان شاء الله غيكون غير الخير البنات. انتما كنوريكم المخمر جا رائع البنات حتى كيحمق، وجربوا حتى المخمرات حتى هما ان شاء الله. تخدمي من دارك البنات، انت كتوجدي شهيوات لوليداتك ومهليه في دارك وفي وليداتك وفي نفس الوقت خدامه ومحقه ذاتك، وكيوصلوك كادويات زوينين وخلصه زوينه. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو وتستافدوا منه وتزيدوا القدام ان شاء الله. كنتمنى لكم حد موفق. هنا غيسالي الفيديو ديالي معكم، غنقول لكم السلام عليكم ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.